هم الخطة والبرنامج اللي عندكم من نسخة موجودة في المؤسسة ما يستخدم. الحدث اللي اليوم يعني إن شاء الله حتغطوه هو عبارة عن الاجتماع التمهيدي الأول للإعداد لمائدة مستديرة حول المصالحة الوطنية في مكتب السيد وكيل وزارة العدل لدولة القانون وحقوق الإنسان. تم وضع خطة لأربع برامج رئيسية اللي هي برنامج دولة القانون، حقوق الإنسان، العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. دون ما تكون هناك مصالحة وطنية لن يتأتوا البرامج الثلاثة الثانية، لأن المصالحة الوطنية هي حجر الأساس لأي عمل آخر. المصالحة الوطنية هي حجر الأساس لبناء دولة مدنية. يعني من خلال هالبرامج هذه انطلقنا بإذن الله، وكان الاجتماع التمهيدي الأول للإعداد لمائدة مستديرة حول المصالحة الوطنية اللي من خلال حنطلق حاجة اسمها الاستراتيجية الوطنية للمصالحة الوطنية. الجهات اللي مشاركة اليوم معنا، يعني قمنا بدعوة عدة جهات اللي هي الوزارات والهيئات واللجان اللي تعمل داخل الدولة الليبية ولها علاقة بالمصالحة الوطنية بشكل مباشر. بعض الجهات بارك الله فيهم حضروا، والبعض الآخر نتيجة يعني انشغالهم بأعمال أخرى اعتذروا وأكدوا حضورهم لاجتماعات قادمة. طبعا أنا قلت لكم اليوم الاجتماع يتمحور حول الخطوة الأولى نحو التأسيس للمصالحة الوطنية الشاملة. إن شاء الله بعد الاجتماع هذا حيعقد مائدة مستديرة حول التأسيس للمصالحة الوطنية الشاملة والسلم الاجتماعي.